مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف حالكم؟ اتمنى تكونوا بخير. هذا الاسبوع رجعت لكم ايضا بفيديوهات ومصطلحات لتعلم لغة التركية من الصفر، لانكم تطلبونها مني كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. فهيا لنبدا. اذا قبل البداية في الفيديو أريد أن أقول لكم، إذا أحببتم فيديوهاتي لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي أعرف أنكم تريدون أن تصبحوا فردا من عائلتي على اليوتيوب، فهذا يشجعني وأحب أن تكبر عائلتي على اليوتيوب. كذلك هذا بالنسبة للغة التركية. إذا أردتم أن تشاهدوا فلوقاتي، مغامراتي، مقالب ومعلومات عن تعلم اللغة التركية، لا تنسوا الاشتراك في القناة الثانية الخاصة بهذه الأشياء. سوف تجدون الرابط في صندوق الوصف. حسنا، أردت أن أقول لكم هذا لأنني لاحظت أن عدد المشتركين في القناة، يعني المشاهدين أو الذين يشاهدون الفيديوهات، غير مشتركون بالقناة. فهمتم؟ أردت أن أشجعكم قليلا، اشتركوا وشكرا. فالآن سوف نبدأ بمصطلحات، يعني الجزء الثاني من أسماء ومصطلحات الملابس. وأول مصطلح سوف نبدأ به وهو كادن تشوراب. كادن تشوراب، جوارب للنساء. في الجزء الأول قلنا تشوراب فقط، يعني جوارب أو جورب، تشوراب. الآن كادن تشوراب، جوارب للنساء. كادن تشوراب، جوارب للنساء. كادن تشوراب. توبوكلو اياكاب. توبوكلو اياكاب، كعب عالي او حذاء بكعب. توبوكلو اياكاب، كعب عالي او حذاء بكعب. اوكي. كذلك هناك مصطلح اخر يدعى ايضا كعب عالي، توبوكلو تشيزمه. توبوكلو تشيزمه، حذاء بكعب او كعب عالي. يعني توبوكلو اياكاب او توبوكلو تشيزمه، حذاء بكعب او بمعنى كعب عالي. توبوكلو اياكاب، توبوكلو تشيزمه. يورويوش اياكابس. يورويوش اياكابس، حذاء المشي او حذاء تدريب، يعني نتمشى للمشي. يورويوش اياكابس، حذاء المشي. كذلك يمكننا ان ندعو حذاء تدريب، اننا نكون نتدرب عندما نتمشى، نحرق السعرات الحرارية. يورويوش اياكابس، حذاء المشي. يورويوش اياكابس. كذلك لدينا لاستيك تشيزمه. لاستيك تشيزمه، حذاء مطاطي. لاستيك تشيزمه، حذاء مطاطي. لاستيك تشيزمه. ورباط الحذاء يدعى اياكاب باو. اياكاب باو، رباط الحذاء. اياكاب باو، رباط الحذاء. اياكاب باو. ديري جاكيت. ديري جاكيت، سترة جلدية. ديري جاكيت، سترة جلدية. ديري جاكيت. كذلك السترة التي نلبسها مع البدلة، يعني سترة سوف أضعها لكم في صور هنا. أوكي، فهذه تدعى بلازر جاكيت. بلازر جاكيت، سترة. بلازر جاكيت، سترة، ولكن هذا النوع. اوكي، بلازر جاكيت. الديفان، قفازات. الديفان، قفازات. الديفان، اليد، واضفنا لها ديفان لتصبح قفازات. الديفان، قفازات. الديفان. ايتش تشاماشور. ايتش تشاماشور، ملابس داخلية. إيتش تشاماشور، ملابس داخلية. إيتش تشاماشور. مايو، ملابس السباحة. مايو، ملابس السباحة. مايو. أركك
ما يصب، أركيك ما يصب، هو سروال السباحة. يعني طبعا ذكرنا أركيك فهو خاص بالرجال، أوكي؟ أركيك ما يصب، سروال السباحة، أركيك ما يصب. كذلك بيكيني هو البيكيني أو ملابس السباحة للنساء. إذا مايو أو بيكيني فيمكننا أن نضيفهم لجهة الفتيات، وأركيك ما يصب سروال السباحة. بيجاما لباس النوم، بيجاما لباس النوم، بيجاما يعني مثل ما نقولها نحن في اللهجة المغربية نقول بيجاما، يعني نفس الشيء، بيجاما لباس النوم، بيجاما. كذلك هناك ثوب النوم نقول له جيجيليك، ثوب النوم جيجيليك، جيجيليك ثوب النوم جيجيليك. قفطان، 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 أو يمكننا أن ندعوه فستان يعني روب. حسنا، قفطان، قفطان. كذلك هناك جوبي، جوبي يعني يمكننا أن ندعوها روب أو ثوب. حسنا، أو ماذا ندعوها هكذا، جوبي ثوب أو روب، جوبي. شبكة، قبعة، شبكة، قبعة، شبكة. كذلك معطف، بالتو، معطف، بالتو. في الجزء الأول قلت لكم معطف يدعى مونت، إذن المعطف يدعى أيضا بالتو، ولكن أكثرهم استعمالا هي التي قلتها في الجزء الأول مونت. حسنا، إذن مونت أو بالتو معطف، بالتو معطف. هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم، آمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، وأراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك، دمتم بخير، إلى اللقاء.